وحيد قرن يسحق مشرفته ويقتلها أمام أعين زوجها. وزير خارجية النمسا يعيد فتح سفارة بلاده في بغداد. تضاعف أعداد العائدين إلى العراق طوعياً 20 ضعفاً. إطلاق أول تطبيق لإثبات العمر رقمياً في أوروبا. النمسا في أواخر الدول أوروبياً في استخدام الدفع الرقمي. السجن 5 سنوات لتونسي اغتصب فتاة بمحطة مترو. واكتشاف رفاة رجل مفقود منذ 30 عاما بعد ذوبان نهر جليدي. سلام من الله عليكم ويحييكم من النمسا ميديا لهذا اليوم، وأنقل لكم نشرة الأخبار إلى التفاصيل. تعرضت حارسة في حديقة حيوانات سالزبورغ للسحق تحت أقدام وحيد القرن يزن 1.8 طن مما أدى لوفاتها على الفور، وتعرض زوجها أيضا لإصابات بالغة أثناء محاولته إبعاد الحيوان. ووقع الحادث في حديقة حيوان هيلبرون في سالزبورغ، حيث هاجم وحيد القرن مساعدين أثناء عملهما، وقد وقع الهجوم قبل الساعة 7 صباحا أثناء تشغيل الحارسين للعمل الروتيني في حظيرة وحيد القرن. وقد تم إغلاق الحديقة حتى تقوم الشرطة باستكمال التحقيقات في ملابسات الحادث، فيما تم نقل الزوج لتلقي العلاج وهو ألماني الجنسية. Beginnt normalerweise um 6:30 ungefähr in der Früh. Die Nashörner werden mit einem Insektenstift eingeschmiert, weil sie so empfindlich sind auf die Insekten. فتح وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيغ سفارة بلاده في بغداد بعد إغلاق دام أكثر من 30 عاما، وذلك على جانب زيارة رسمية إلى العراق. ووصف شالنبيغ زيارته بأنها علامة على الثقة وفتح صفحة جديدة، معلنا عن إعادة فتح السفارة النمساوية في بغداد التي كانت قد أغلقت في عام 1991 لأسباب أمنية. واعتبر شالنبيغ أن فتح السفارة يعكس الثقة في المؤسسات الحكومية العراقية والقدرة على التعامل مع تحديات المنطقة، وأعرب عن رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والأمن، ومحذرا من خطر النفوذ الإيراني على العراق. قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيغ أن التعاون بين فيينا وبغداد قد تحسن في مجال الهجرة من خلال اتفاق العودة الموقع مسبقا. وأشار شالنبيغ إلى أن عدد العراقيين العائدين الذين ليس لديهم حق إقامة في النمسا قد ارتفع لما يصل إلى 20 ضعفا تقريبا، حيث عاد الكثير منهم طوعيا. ووقعت النمسا أيضا اتفاقية تعاون في مجال التعاون الشرطي، ورأى مدير الشرطة النمساوية مايكل تاكاكس أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين السلطات الشرطية وزيادة الأمن في البلدين. أطلقت النمسا تطبيقا خاصا يتيح التأكد من عمر الشخص، وذلك بعد نجاح رخصة القيادة الإلكترونية وبطاقة الطالب الرقمية، ويمكن الحصول عليه من خلال تطبيق ID أوستريا. وقام وزير الدولة فلوريان تورسكي بتقديم التطبيق، والذي قام أكثر من 1000 شخص بتحميله، ولا تزال هناك محادثات تجري مع شركات التجزئة وباعي التبغ للموافقة عليه، حيث يمكن استخدام إثبات العمر الرقمي عند شراء المشروبات الكحولية والسجائر، وأيضاً عند زيارة السينما أو النوادي الليلية. وبذلك تعتبر النمسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم إثبات العمر رقميا. احتلت النمسا مرتبة متأخرة في الجزء السفلي من قائمة عمليات الدفع الإلكتروني للفردي مقارنة ب17 دولة أوروبية أخرى. وحسب تقرير الدفع العالمي لعام 2023، سجلت النمسا متوسطا قدره 247 عملية تحويل إلكتروني للفرد في البلاد سنويا،
كانت النمسا قد شهدت مناقشة سياسية في الصيف حول إدراج حماية النقد في الدستور أم لا. وفيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني الخالية من النقد مثل الدفع بواسطة بطاقة الائتمان أو البطاقة البنكية أو الهاتف الذكي، وكانت النرويج في المقدمة بمتوسط يبلغ 708 عملية تحويل إلكتروني للفرد. حكمت محكمة فيينا بالسجن 5 سنوات على شاب تونسي قام باغتصاب شابة في مدينة فيينا في 18 مارس الماضي. وتشير تفاصيل الجريمة إلى أن المتهم قام بمطاردة الشابة في فيينا، وبعد ذلك اغتصبها في مكان قريب من محطة مترو إيجرشتراسة. وقد أنكر المتهم في البداية تفاصيل الجريمة وأن الحادثة جرت بالتراضي، وبعد تقديم عدة شهادات اعترف الشاب بجريمته، فيما أعرب محامي المتهم عن ارتياحه وقال أن العقوبة تتناسب مع الجريمة والذنب، ومن المتوقع أن تستأنف النيابة العامة الحكم، وبالتالي فإن الحكم ليس نهائي. أعلنت الشرطة في مدينة سالزبورغ أن متنزهين اكتشفوا رفات رجل في نهر جليدي يقع على ارتفاع نحو 2800 مترا فوق مستوى سطح البحر. وتفترض الشرطة أن الجثة هي لرجل مفقود منذ عام 1971، وقد تم العثور على هوية الرجل مع الجثة، وتبحث السلطات النمساوية حاليا عن أقارب الرجل لتوضيح هويته عن طريق الحمض النووي DNA. وفي ذلك السياق كان قد عثر متزلجان على جثة عند نهر جليدي في تيرول منتصف أغسطس الماضي، واثبت التحليل أن هذه الرفات لرجل كان قد اختفى في عام 2001 وهو في 37 من العمر. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، وأمسية سعيدة، وإلى لقاء آخر.